أهلا وسهلا بكم في برنامج Explain، مجموعة من برامج التثقيف الصحي التي يقدمها معهد التثقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي. يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك أو من مقدم الرعاية الصحية. إذا كانت لديك أسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. الكدمات مقدمة. تحدث الكدمة عندما تصاب الأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد ويتسرب الدم منها، ويمكن أن تحدث الكدمات عندما يتعرض الجسم للإصابة أو حتى بعد الخضوع لعملية جراحية. هناك أنواع مختلفة من الكدمات، ومعظم هذه الكدمات ليست خطيرة وتختفي خلال فترة تتراوح بين عدة أسابيع إلى عدة أشهر، ومع ذلك تشير الكدمات في بعض الأحيان إلى وجود مشكلة أكثر خطورة. يساعد هذا البرنامج التثقيفي على فهم الكدمات، وهو يشرح أعراض الكدمات وأسبابها وأنواعها وكيفية معالجتها ومتى يجب طلب المشورة الطبية. الكدمات. هناك أنواع مختلفة من الكدمات، ويمكن أن يصاب المرء بالكدمات في الجلد وفي العضلات وفي العظام، ولكن أخطرها هي كدمات العظام. تحمل بعض الكدمات أيضا أسماء خاصة استنادا إلى المكان الموجودة فيه، فعلى سبيل المثال تسمى الكدمة على الرأس أحيانا بيضة الوزة، وتسمى الكدمة تحت العين العين السوداء. قد تحدث الكدمات بعد الإصابات التي لا تسبب جروحا في الجلد، وعلى الرغم من أن الجلد لا يصاب بالجروح فإن الأنسجة والأوعية الدموية تحت الجلد تتهشم بتأثير الإصابة. يمكن أن يتسرب الدم من الأوعية الدموية الدقيقة تحت الجلد عند إصابتها، تسمى هذه الأوعية الدموية الصغيرة الشعيرات الدموية. يحتبس الدم المتسرب من الشعيرات الدموية تحت الجلد ويحدث كدمة. تؤدي بعض الكدمات وليس جميعها إلى تلون الجلد، ويتغير لون الكدمة عندما يمتص الجسم الدم المحتبس تحت الجلد. تختفي علامات الكدمة مع مرور الوقت. الأعراض. غالبا ما تكون الكدمات مؤلمة ومتورمة، ويترك معظمها وليس جميعها أثرا على الجلد، وقد تبدأ المنطقة المصابة بالتلون بالحمرة عندما يتجمع الدم تحت الجلد. يتحول لون الكدمة إلى الزرقة المائلة إلى الأرجواني أو حتى إلى اللون الأسود في غضون ساعات قليلة إلى يوم أو يومين، ويحدث هذا التغير في لون الكدمة بسبب تغير الهيموغلوبين في الدم. بعد 5 إلى 10 أيام أو أكثر يخف لون الزرقة المائل إلى الأرجواني ويتحول إلى اللون الأصفر المائل إلى الأخضر، وبعد 10 إلى 14 يوما أو أكثر تبدأ الكدمة بالتحول إلى اللون البني المصفر أو البني الفاتح، وفي نهاية المطاف يختفي اللون الذي تسببت به الكدمة تدريجيا. تستمر معظم الكدمات حوالي أسبوعين، ومع ذلك يمكن أن يستغرق اختفاء بعض الكدمات عدة أشهر، وهذا يعتمد على الوقت الذي يستغرقه الجسم لتفتيت وإعادة امتصاص الدم تحت الجلد. برعاية معهد تثقيف المرضى www.patient-education.com. أكثر من 5000 من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية. الأسباب. تظهر الكدمة عندما يتعرض جزء من الجسم للإصابة، على سبيل المثال يمكن أن تظهر الكدمة بعد وقوع الشخص من درج السلم أو الدراجة، كما يمكن أن تظهر الكدمة أيضا عند تعرض جزء من الجسم لصدمة أو ضربة، مثلما يحدث عندما يرتطم إصبع قدم الشخص بشيء آخر أو عندما يتعرض لضربة من كرة بيسبول.
قد تظهر الكدمات أيضاً بعد أنواع معينة من العمليات الجراحية، وغالباً ما تعد الكدمات الصغيرة طبيعية. ينبغي على المصاب التحدث مع الطبيب للحصول منه على مزيد من المعلومات حول الكدمات التي يمكن أن تحصل بعد العملية الجراحية. ومن الشائع أيضاً بالنسبة لبعض الرياضيين أو الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام أن يصابوا بالكدمات، لأن التمارين المرهقة قد تسبب توزقات صغيرة في الأوعية الدموية تحت الجلد. تصبح الأوعية الدموية والجلد أكثر هشاشة مع التقدم في العمر، ولهذا السبب يصاب المسنون بالكدمات بنسبة أكبر من الناس الأصغر عمراً. ويمكن أيضاً لبعض الأمراض أو الأدوية أن تسبب الكدمات، فعلى سبيل المثال يكون الناس الذين يتناولون أدوية مسيلة للدم معرضين للإصابة بالكدمات أكثر من الناس الذين لا يتناولون هذه الأدوية. معالجة الكدمات: لا تحتاج معظم الكدمات إلى معالجة طبية وتختفي مع مرور الوقت، ولكن هناك بعض العلاجات المنزلية التي تساعد على التخفيف من ظهور هذه الكدمات. وضع الثلج على المنطقة المصابة هو أفضل طريقة لتخفيف ظهور الكدمات. يعمل الثلج بصورة أفضل عندما يوضع فورا على المنطقة بعد تعرضها للإصابة. ينصح بوضع الثلج أو كمادة باردة على المنطقة المصابة عدة مرات في أول يوم أو يومين بعد الإصابة. لتخفيف ظهور الكدمات يمكن أيضاً رفع المنطقة المصابة إلى مستوى أعلى من مستوى القلب. يؤدي هذا الإجراء إلى إبطاء تدفق الدم إلى المنطقة المصابة ومنع تسرب الدم من الشعيرات الدموية المصابة. يمكن تناول الأسيتامينوفين لتخفيف الألم والآبيبروفين لتخفيف الألم والتورم. من المهم أيضاً إراحة المنطقة المصابة لمساعدتها على الشفاء، وكذلك فإن الدم المتجمع الذي يحدث الكدمة يزول أيضاً بشكل أسرع إذا بقي الجزء المصاب من الجسم أقل نشاطاً. متى يجب مراجعة الطبيب؟ لا يتذكر الناس أحياناً كيف أصيب بالجروح أو بالكدمات. تزول كثير من الكدمات من تلقاء نفسها، ولكن هناك بعض الكدمات التي قد تكون مؤشراً على وجود مشكلة أكثر خطورة. في بعض الأحيان تكون الكدمات المترافقة مع الألم المتواصل أو الصداع مؤشراً على وجود مرض خطير، لذلك ينبغي على المصاب مراجعة الطبيب عند شعوره بهذه الأعراض. في بعض الأحيان قد تكون الكدمات مؤشراً على وجود مشكلة تتعلق بتخثر الدم أو أمراض في الدم، لذلك يجب على المصاب مراجعة الطبيب في الحالات التالية: التقدم بسهولة، حدوث كدمات دون إصابات، وجود نسف غير طبيعي، وجود كدمات مؤلمة أو كبيرة بشكل غير طبيعي. ينصح المصاب بمراجعة الطبيب إذا أصيب بكدمة ولا يبدو أنها تزول مع مرور الوقت. تختفي معظم الكدمات بعد أسبوعين، ولكن البعض قد يستغرق وقتا أطول. ويجب استشارة الطبيب إذا ظهرت الكدمة على الرأس أو حول العين، ففي بعض الأحيان تنتج هذه الكدمات عن إصابة خطيرة في الرأس. تجنب الكدمات: من الصعب أحياناً تجنب حدوث الكدمات، ومع ذلك هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتخاذها لتجنب الكدمات من خلال تجنب الإصابات والحوادث. من المهم أن يكون المنزل خالياً من العراقيل، لذلك يجب التأكد من أن الممرات خالية من الأسلاك، وإزالة السجاد إذا كان يشكل خطراً بالتعثر. التأكد من أن الأرض جافة قبل المشي عليها، إذ أن مجرد كمية صغيرة من الماء تجعل الأرض زلقة. ارتداء ملابس واقية عند المشاركة في ألعاب رياضية أو ركوب الدراجة لحماية الجسم من الإصابات. استخدام مصباح يدوي عند الذهاب إلى الحمام في الليل، ويمكن أيضا تركيب مصابيح ليلية صغيرة لإضاءة الممرات.
تحديد مواعيد منتظمة مع الطبيب إذا كان الشخص يتناول أدوية مسيلة أو مميعة للدم. هذه الزيارات ضرورية لفحص الدم وتعديل الأدوية إذا لزم الأمر. إذا أعجبك هذا الفيديو، الرجاء الإعجاب والمشاركة. لمشاهدة فيديوهات مشابهة، يرجى الاشتراك في القناة. الخلاصة: تحدث الكدمة عندما تتعرض الأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد للإصابة ويتسرب الدم منها، وهي تحدث عندما تتعرض الأوعية الدموية الدقيقة للكسر دون أن يصاب الجلد بالجرح، مما يؤدي إلى تهشم الأوعية الدموية وتسرب الدم تحت الجلد. يمكن أن يستغرق اختفاء الكدمات عدة أشهر، لكن معظمها يستمر أسبوعين. تبدأ المنطقة المصابة بالتلون بالحمرة ثم تتحول إلى الزرقة المائلة إلى الأرجواني، وبعد ذلك تتحول إلى اللون الأصفر المخضر قبل أن تعود إلى لونها الطبيعي. في بعض الأحيان يمكن أن تكون الكدمات مؤشراً على وجود مشكلة أكثر خطورة، لذلك يجب على المصاب مراجعة الطبيب إذا كان يشعر بالقلق من الكدمة أو إذا كانت الكدمة لا تختفي. معظم الكدمات ليست خطيرة ولا تتطلب علاجاً طبياً، ولتخفيف الكدمات والمساعدة على شفائها يمكن وضع الثلج على المنطقة المصابة وإراحتها، رفع المنطقة المصابة فوق مستوى القلب، تناول الأدوية لتخفيف الألم والتورم. شكرا لاستخدامكم برنامج Explain.